السيدات السادة، السلام عليكم، عظم الله أجوركم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساعي الخلود. سنكون وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة والحديث حول قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المطهرة. أرحب بضيفي في هذه الحلقة جناب السيد محمد الموسوي، مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية. تحية طيبة لكم سيدنا الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، معظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة والثلة الطيبة من أهل بيته الأطهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا ولكم إن شاء الله قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، وأن يوفقنا وإياكم للخدمة الحسينية إن شاء الله، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، على كل حال إن شاء الله نوفق لذلك جناب السيد. بدءا خلينا نتكلم بقسم الشؤون الدينية وطبيعة ما يعمل عليه تحديدا خلال الزيارات المليونية، لا سيما زيارة الأربعين، وكيف يستعد هذا القسم كباقي الأقسام الأخرى بتقديم الخدمات الخاصة به للزائر الكريم. أحسنتم. طبعا كما تعلمون ويعلم الأحبة الزائرين الأعزاء أن العتبة العباسية مجموعة أقسام، أقسامها كثيرة، وكثير من الأقسام تقدم الخدمة المباركة العظيمة للزائرين بشتى المجالات. بالفعل. ولكن قسم الشؤون الدينية من الأقسام المهمة ذات أهمية خاصة من حيث نوع الخدمة التي تقدمها، من خلال إيصال الحكم الشرعي وإيصال المعلومة الصحيحة الفكرية والفقهية والعقائدية إلى الزائرين. فهي حقيقة إنما تتعامل مع النفوس، تعلمون التعامل مع النفوس فيه شيء من الصعوبة، فيحتاج إلى معرفة ودراية وحقيقة خبروية في هذا المجال. طيب، فهذا القسم المعطاء من الأقسام القديمة والمهمة، وفيه حقيقة شعب كثيرة. الشعب التي تتشعب من هذا القسم هي أيضا ذات عطاء مستمر، وأيضا ذات وحدات متفرعة من تلك الشعب. طيب، فلعله واحد من أهم تلك الشعب الموجودة في قسم الشؤون الدينية هو شعبة الاستفتاءات الشرعية. تعلمون هذه الشعبة، الشعبة المباركة، شعبة الاستفتاءات الشرعية، إنما تحاول تقديم الخدمة من خلال الإجابة على أسئلة الزائرين. والإجابة على أسئلة الزائرين ليس فقط كما تعلمون باللغة العربية، بل نحتاج إلى لغة أخرى، بل خصوصا في هذه الزيارات المليونية فنحتاج إلى اللغة الإنجليزية واللغة الأردية واللغة الفارسية وهكذا. طيب، فحقيقة يعني مسألة الاستفتاء الشرعي ومسألة محاولة الوصول إلى الحكم الصحيح هي مسألة مهمة جدا، بل هنالك استفتاءات تحتاج إلى خطية، إجابة خطية، وهنالك استفتاءات تحتاج إلى أجوبة مباشرة وأجوبة تتعلق بالحالات الأسرية، بل هنالك أسئلة عقائدية حول بعض الأفكار، خصوصا بعض الأفكار ممن يروج لها في مثل هذه الزيارات، يحاولون أن يوجدوا بعض الأفكار الغير صحيحة، نقول هذا التعبير، خصوصا في هذه الزيارة. نحن نحاول من خلال مراكزنا المنتشرة نحاول أن نبين أحقية مذهب أهل البيت وأحقية التقليد و بطلان تلك الدعوات الشاذة الكثيرة التي نراها حقيقة كالزوبعة أو كالفقاعة التي تظهر وتختفي في هذه الأمكنة. طيب جناب السيد، بالنسبة لهذه الخدمات، بالنسبة إلى هذا النوع من الخدمات تحديدا، هل هنالك خطة مسبقة يتم العمل عليها وتحديدها قبل يعني فترة من الزيارة الأربعينية، ويكون العمل على أثر هذه الخطة المرسومة، وكيف يكون يعني حدود هذه الخطة وما يتم مناقشته تحديدا؟ طبعا لابد، احنا كان عندنا يعني اجتماع خاص في القسم المبارك. نعم. ووزعنا المسؤوليات والمهام، ولكن حقيقة انا اردت ان اتكلم عن الاقسام. الحديث عن الاقسام لا يمكن استيعابه في هذا الوقت القصير، يعني تكلمت عن شعبة واحدة اللي هي شعبة الاستفتاء الشرعي، يعني ايصال المعلومة والحكم الفقهي الصحيح الى الزائر. طيب، طبعا توزيع المهام يكون قبل فترة من الزيارة الأربعينية، وتوزيع المهام
في القسم المبارك يكون من خلال تفعيل الشعب لأنشطتها التي تؤديها بشكل أوسع. على سبيل المثال مثلا شعبة التبليغ الدين من الشعب التي تقوم بأنشطة وفعاليات كثيرة جدا في الساحة والواقع الخارجي. فببركة هذه الزيارة المليونية نحاول أن نفعل ونمد الجسور أكثر ونفتح الكابينات التبليغية ومحطات التبليغ وننشر المبلغين وكذلك نستقطب المتطوعين من باقي الدول خصوصا ممن يمتلك أكثر من لغة. يعني أتكلم عن الإنسان الروحاني الذي يتمكن من إيصال الحكم الشرعي إلى الزائر الكريم. فمن خلال وسائل متعددة إن شاء الله تعالى تمكننا من توزيع المهام وتقسيم المهام في جميع الطرق المؤدية إلى الحسين عليه السلام. الحمد لله. محاولة منا تغطية ولو بعض الشيء من خلال الإجابة على الحكم الشرعي وتفهيم الزائر حلاله وحرامه خصوصا ما يتعلق بالأحكام الفقهية كالصلاة وتعليم أحكام القرآن الكريم. أيضا هنالك أمور كثيرة يعني يؤديها القسم بتشعب عمله في الزيارة المباركة. أحسنتم جناب السيد وموفقين إن شاء الله لكل خير. إذا سمحت لي ونذهب مع المشاهدين الكرام أيضا لنشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء حول قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المطهرة وطبيعة الخدمات المقدمة للزائرين الكرام خلال الزيارة الأربعينية. نذهب سوية لنشاهد هذا التقرير ولنا عودة وإياكم إن شاء الله، كونوا معنا. ضمن الخطط الموضوعة لاستقبال ملايين الزائرين الوافدين لأداء مراسيم زيارة الأربعين الخالدة للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، شرع قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة العباسية المقدسة بتنفيذ خطته التي أعدت وبمحاورها التبليغية والتثقيفية والإرشادية التي نفذت داخل الصحن الشريف والمناطق المحيطة به، فضلاً عن المحطات التي فتحت على الطريق المؤدية إلى الرحاب الطاهرة. الحمد لله ما زال قسمنا وللسنة السادسة عشرة على التوالي يتواصل مع أنشطة زيارة الأربعين المقدسة، ولدينا كادر الحمد لله يجيد اللغة الفارسية واللغة الأوردية والإنجليزية ويلبي حاجات الزوار لكل ما يستوجب من استفساراتهم وأجوبتهم. محطات تبليغية للإجابة عن أسئلة الزائرين، منها ما عمل بصورة مفردة وأخرى عملت ضمن المشروع التبليغي الحوزوي، فضلاً عن توزيع عشرات الآلاف من المطبوعات ذات المغزى الإرشادي والتثقيفي، إضافة إلى إقامة صلاة الجماعة في مجمعات الخدمة التابعة للعتبة المطهرة وإقامة المحاضرات الدينية الهادفة ونشر عدد من المبلغين على المواكب الحسينية للمشاركة في الإرشاد والتوعية. إن خدمة المشايخ العظيمة التي تقدم خلال هذه الزيارة وخلال جميع الزيارات هي لا تقل شيئاً عن ما يقدمه المواكب من أكل، من مشرب، من منام، من كافة الخدمات للزائرين الكرام. فكذلك الزائرين الكرام يحتاجون إلى بعض المسائل الشرعية لكي يكون زيارتهم صحيحة، لكي يكون مسيرهم صحيح. طلاب العلم واقفين يعني يقدمون الخدمات، والسائل الزائر اللي يريد ما يندل العتبات، ما يندل الزيارة، يدلونه، يسأل أهل البيت منهم، يعني يقدمون الخدمات والحمد لله والشكر حلو. يعني توصيل المعلومة الصحيحة للزوار، لأن الزائر هم ليدوخ هم أي سؤال أي استفسار، وموجودة شيوخ بكل الطرق ورحم الله والديهم. قسم الشؤون الدينية من الأقسام التي لها ارتباط مباشر مع الزائرين القاصدين إلى كربلاء المقدسة، كونه يختص بتهيئتهم روحياً ولبيان أهداف هذه الزيارة الخالدة ولتصحيح كل الثغرات الموجودة لدى الزائرين وغرس الأهداف السامية التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام في نفوسهم. هذه عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير،
وأكيد هو يتحدث عن قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المطهرة. أكرر الترحاب بضيف في هذه الحلقة جناب السيد محمد الموسوي، مسؤول شعبة التبليغ الديني. تحية طيبة لكم سيد الكريم. حياكم الله، بارك الله بجهودكم. الله يبارك فيكم. سيدنا، ذكرت قبل التقرير وما تمت الإشارة إليه أيضا هو وجود محطات أو أماكن خاصة بتقديم الاستفتاءات أو تقديم الإرشادات و يعني الأمور الخاصة ب يعني كل الأسئلة الدينية التي ممكن أن تطرح من قبل الزائرين وتتم الإجابة عليها من خلال هذه المحطات. كيف يتم توزيع هذه المحطات وكيف يكون يعني اختيار الأماكن الخاصة بهذه الأماكن، ومنذ متى تبدأون بالعمل بهذا الموضوع؟ أحسنتم. طبعا هنالك كلمة لا بأس بذكرها، لا بأس، أن أبا الفضل سلام الله عليه باب للإمام الحسين عليه السلام. حقيقة المحاور التي تصب تقريبا التي تأتي إلى كربلاء بتمامها من مصب من يعني من بغداد ومن الحلة ومن النجف، المحاور الثلاث التي تأتي تقريبا كلها تأتي إلى بالبداية إلى قمر من قمر بني هاشم سلام الله تعالى عليه. على أي حال، فالمحاور الثلاث التي يتركز فيها الزخم للزائرين التي تصب في طريقها نحو كربلاء، نحاول توزيع المسؤوليات والمشايخ المبلغين من خلال المحطات التبليغية، الكابينات التبليغية طبعا مجهزة تلك الكابينات بما يحتاجه الزائر من مطبوعات خاصة بالزيارة الأربعينية وغير الزيارة الأربعينية باللغة العربية وغير اللغة العربية بعضها أيضا. وهذه المطبوعات أيضا لها يعني تفصيل كامل في القسم، هو الذي يباشر الأخوة المؤمنين المبلغين، هم الذين يباشرون بطباعة هذه الكتب وتأليفها وتوزيعها على المحطات التبليغية. طيب. فمن خلال هذه المحطات التي قام قسمنا المعطاء بنصبها في خصوصا في مدن الزائرين وفي الطريق، ومحاولة أيضا تزويدها بتلك المطبوعات تقوم بأداء دورها التبليغي التوعوي وإيصال المعلومة الفقهية إلى الزائرين. طبعا هذه المحطات التبليغية هي ليسنا وحدنا نحن فقط الذين نقوم بها، بل كما تعلمون هنالك جهات أخرى، يعني خصوصا هنالك المشروع التبليغي العملاق الذي تقوم به الحوزة العلمية في النجف الأشرف على طول مسافة الطريق التي يقطعها الزائر متجها من بغداد ومن كربلاء ومن النجف ومن الحلة إلى كربلاء. هذه الطرق المؤدية إلى كربلاء بتمامها توجد فيها محطات تبليغية تقوم بها الحوزة العلمية من خلال المبلغين الذين يبلغ عددهم بالآلاف، أما نحن مستوانا العشرات أقول هكذا، أما المبلغين على مستوى التبليغ الديني الذي تقوم به الحوزة العلمية لا، بل هو أكبر بكثير من هذا الشيء باعتبار الدائرة تتسع في ذلك. وأيضا هنالك صلاة جماعة، لا أنسى النقطة من خلال هذا، من خلال هذه الفرصة الطيبة أذكر للأحبة الزائرين الالتفات إليها، وهي مسألة الاهتمام بصلاة الجماعة، لأن هنالك من يقيم صلاة الجماعة على طيلة المسافة في طيلة الأوقات، في يعني أوقات الصلوات موجود صلاة جماعة في المواكب، فلا بأس أن الزائر يشترك بها خصوصا إذا حل وقت الصلاة. أحسنتم. سيدنا الكريم، كيف تقيمون أهمية هذا الدور، دور التبليغ الديني ودور الزائر الذي يعني يسعى ويحاول أن يستفسر ويسأل عن هذه الأمور الدينية وهو يقصد قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، كيف تقيمون هذه النقطة؟ أحسنتم. طبعا مهم جدا الدور التبليغي في الزيارة الأربعينية، لأن كما تعلمون أهمية التبليغ يعني لم يطوي عنها الإمام الحسين عليه السلام صفحا، بل ركز عليها من خلال وسائل تبليغية بإخراجه السيدة زينب سلام الله عليها، كذلك من خلال بعض الوسائل المهمة التي كانت أدوات تبليغية للإمام الحسين في أثناء وجوده وبعد وجوده. التبليغ هو محاولة إيصال المعلومة الصحيحة، وكما تعلمون أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام إنما هو غرضه هو إيصال الدين الإسلامي الأصيل المحمدي إلى شنو؟ إلى الأجيال اللاحقة كما تعلمون. هذه لعله الرسالة المهمة التي فتحها وأرسلها الإمام الحسين إلى العالم أجمع،
أن لابد أن يكون هنالك صوت محمدي يوصل الرسالة الإسلامية الأصيلة بشكلها الصحيح. صوت الحسين عليه السلام افتتح النافذة، ونحن عندما نقوم بهذا الدور التبليغي إنما نستن بسنة الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين الذين فتحوا لنا هذا السبيل وهذا المنهاج. وكما تعلمون الزيارة الأربعينية إنما هي مصغر لدولة الظهور المقدس. فحقيقة لو التفت الزائر وركز أن هنالك من المشاهد ما لا توصف في غير أوقات أيام زيارة الأربعين، فنرى أن القلوب متفتحة، أن النفوس طيبة، أن الإنسان يكرم كل ما يملك، بل حتى نفسه لو يريد هنالك شيء أثمن وأغلى من النفس لقدمه إلى الزائرين الكرام. فهنالك مشاهد نشاهدها في الزيارة الأربعينية حقيقة تذكرنا كثيرا بالروايات التي نقرأها في زمان الظهور المقدس، وأن يسود الآمن والأمان، وأن الإمام سلام الله عليه يحثو الأموال ولا يعدها ويعطيها هكذا. شو تلاحظ الكرم الآن الموجود، التضحية بكل شيء، تلاحظ الأمان، تلاحظ هاي الأمور حقيقة تذكرنا بعصر الظهور المقدس للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك نحن عندما نبلغ رسالة الإمام الحسين عليه السلام نحاول أن نوجد تلك الأدوات الإيمانية، ونحاول أن نمد ذلك الزخم الإيماني الذي بدأه الإمام الحسين عليه السلام، ونركز على أدوات التبليغ. وهذا ما نريد أن نصل إليه، هو وحدة الهدف ووحدة المبدأ ووحدة العقيدة التي يريد أن يوصلها الإمام الحسين عليه السلام إلى زائره. فحقيقة التبليغ له أهمية جدا مهمة خصوصا في هذا الموسم. ولذلك تلاحظ، يعني وأنا أعتذر لعله لك كلام، تلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام مدرسته مدرسة متشعبة، وخرج مع الإمام الحسين عليه السلام كل أطياف المجتمع من صغير وكبير، بل حتى المرأة لها دور تبليغي لنهضة الإمام الحسين عليه السلام بالفعل. وهذا ما حصل ويحصل أيضا إن شاء الله تعالى من خلال محطاتنا التبليغية. هنالك جهود لا تنسى، لابد أن تذكر بالنسبة للأخوات المبلغات الزينبيات التي ينتشرن أيضا في كل المواكب ومحطات التبليغية التابعة للعتبات المقدسة وخصوصا مدن الزائرين. أحسنتم جناب السيد. إذن الكثير من هذه يعني المساعي الطيبة والخيرة التي تصف في خدمة الزائر، وهذه الزيارة المليونية المباركة، إن سمحت لي أن نذهب معاكم مع المشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل، لنعود إن شاء الله بعد الفاصل ونكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لنكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود. أكرر ترحابي ضيفي في هذه الحلقة جناب السيد محمد الموسوي، مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المطهرة. تحية طيبة لكم مرة أخرى سيدنا الكريم. الله يبارك بكم إن شاء الله. الله يحفظك. تحدثنا قبل الفاصل سيدنا الكريم عن أهمية التبليغ الديني ودوره في هذه الزيارة تحديدا، لكن لا بأس بأن نذهب إلى نقطة لربما قد تكون مهمة أيضا، وهي الكيفية في تقديم هذه المعلومات الدينية ويعني هذه الرسائل والإجابة على هذه الاستفتاءات من قبل الزائرين الكرام. هل اعتمدتم آليات جديدة في طرح وإيصال هذه المعلومات الفقهية أو الدينية؟ أحسنتم كثيرا، شكرا لكم. شكرا لك. طبعا كما تعلمون أن التبليغ الديني لا يقتصر على الطريقة الكلاسيكية التقليدية القديمة من خلال الإجابة المباشرة على الأسئلة الفقهية والعقائدية. طيب، هذا معلوم، أنت تأتي إلى استفسار وسؤال نحن نجيبك على هذا السؤال، لا، بل تطورت المسألة من خلال التبليغ المرئي عن طريق التلفزيونات والشاشات العملاقة الموزعة سواء كانت في منطقة بين الحرمين أو المدن الزائرين، وكذلك المرافق
التابعة لتلك المؤسسة. يعني هنا يوجد عندنا تبليغ مرئي من خلال الشاشات الموزعة، التلفزيونات الصغيرة والكبيرة في مداخل المدينة، وكذلك مدن الزائرين، وكذلك المؤسسات التابعة لها والمرافق التابعة لها. فحقيقة هذا نوع من أنواع التبليغ اللي هو التبليغ المرئي. طيب. هنالك تبليغ آخر اللي هو التبليغ عن طريق الإنترنت. طبعا كما تعلمون هنالك شبكة خاصة نستلم من خلالها الأسئلة المتنوعة والعقائدية والأخلاقية والشبهات الدينية. كثير من الأسئلة التي تأتينا عن طريق الشبكات العنكبوتية ممكن، يعني احنا لنا مؤسسة خاصة وجهة خاصة في القسم مخصصة للإجابة على تلك الأسئلة من خلال ما يرد إلينا عن طريق البريد الخاص بذلك. طيب. فهنا يوجد عندنا تبليغ إلكتروني. طيب. فمن شاشات، من تبليغ إلكتروني، من تبليغ عن طريق شاشات العملاقة، تبليغ المرئي، وهنالك التبليغ الاعتيادي اللي هو عن طريق السؤال والجواب، اللي هو هذا غالبا المباشر ما يستعمله الزائر بلي من خلال الأسئلة المباشرة. طيب سيدنا الكريم، ذكرتم هنالك أعداد أيضا من المتطوعين يساهمون ويشاركون في تقديم هذه الخدمة إلى الزائر الكريم. أنا أود هنا أن أطرح سؤال، وجنابك أيضا ذكرت هنالك أيضا يعني عدة جنسيات بعدة لغات أيضا يشاركون في هذه الخدمة. نعم. كيف يكون يعني العمل على اعتماد هذه الشخصيات، كونها أولا يعني تتكلم بصفة دينية، فلابد أن تكون هي يعني مصدر ثقة ومحط ثقة، فكيف يتم تشخيص واختيار هذه الشخصيات؟ أولا أحسنتم، شكرا لكم. أولا هذه الجهات هي معتمدة لنا وموثقة من قبل جهة مرجعية، فليست هي للمرة الأولى تشترك معنا، بل هي معتمدة لنا في كل سنة. يعني هنالك نظام أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتوا للخدمة في هذا المكان المبارك هم معرفين من قبل جهات مرجعية معتمدة ومؤتمنة ومتقنة لإيصال الحكم الشرعي للزائرين. فحقيقة نحن عندما نستقطب هؤلاء محاولة منا لإيصال الحكم الشرعي للزائرين في الذين هم ليسوا على الجنسية العربية، لا يفهمون اللغة العربية، بل فهؤلاء وجودهم جدا ضروري، خصوصا الآن بدأت يعني الزيارة تتخذ طابع العالمية، فهنالك جنسيات كثيرة تأتي للزيارة المقدسة، بل هنالك طوائف حتى غير الطوائف الإسلامية تعلمون ذلك. أنا التقيت قبل فترة بطائفة أصلا ليست بإسلامية تأتي لمحاولة حبا للإسلام، هكذا يوجد محبة للدين الإسلامي، محبة وتعاطف مع قضية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة طبعا يحتاج إلى من يفهمهم ذلك، يحتاج إلى من يعرفهم بالدين الإسلامي، يحاول أن يبين لهم نهضة الإمام الحسين، أهداف التي أراد أن يؤسسها وينشرها الإمام الحسين عليه السلام. طيب سيدنا الكريم، كيف هي يعني، هل لديكم يعني كقسم كشعبة، هل لديكم يعني بيانات معينة، إحصاءات معينة بالأعداد التي تساهم في تقديم هذه الخدمات من رجال دين أولا، وبالنسبة إلى المستفيدين من هذه الخدمات بالنسبة للسنوات الماضية، هل لديكم إحصائيات بهذا الخصوص؟ طبعا عملنا إحصائية مو العام، أول العام سوينا إحصائية في عدد الأسئلة المقدمة. الأسئلة سوينا استبيان من خلال نوع الأسئلة، هل هي اجتماعية، عقائدية، فقهية. لاحظ قسمنا هنالك تقسيم، فيعني في الساعة الواحدة يعني كان أخادمكم 60 إجابة لسؤال في ساعة واحدة يعني، وكانت الأسئلة أغلبيتها كانت أسئلة فقهية. نعم هنالك أسئلة عقائدية، كثير من الزائرين يسأل هذه الأسئلة، وكثير من الأفكار كما يعني تلاحظون تحاول أن تنشر يعني أفكارها من خلال الساحة هاي الآن الموجودة. فنحاول من خلال يعني الكادر المتخصص العقائدي الموجود نحاول أن نغطي تلك الإجابات أو الأسئلة التي تصدر من هنا وهناك، ولعله بعضهم تلك الجهات بعضها مدفوعة محاولة لكسب بعض الشباب. حقيقة نحن من خلال هذا أيضا المجلس المبارك نحاول أن نوصل رسالة لطيفة. الإمام الحسين عليه السلام كان معه شباب قد خرجوا إلى النهضة المباركة والتضحية المباركة التي قدمها الحسين عليه السلام. هؤلاء الشباب ما كانوا يخرجون إلى القتال وهو الشهادة إلا بعد أن يستأذنوا من إمام زمانهم، وإمام زمانهم كان هو الإمام الحسين عليه السلام، بل حتى قمر بني هاشم سلام الله عليه
إذا أراد أن يخرج إلى القتال استأذن من الإمام الحسين، وهذه عقيدة مهمة لا بد من الالتفات إليها، أن كل خروج كل سلوك كل تصرف يحتاج إلى إذن من إمام زمان اللي هو الموجود. طبعا إمام الزمان هو المعصوم، إذا كان في زمان المعصوم هو نفسه المعصوم بنفسه هو إمام الزمان الذي يحتاج إلى إذن في الخروج والتصرف. كذلك في هذا الزمان يوجد إمام معصوم وهو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذا تقول لي سيد أنا ما أقدر أتمكن من أن أشوف إمام الحجة، أقول لك إذا لم تتمكن من ذلك فوكيله المطلق وهو المرجع الأعلم. لاحظوا أحبتي أخواني الشباب، لابد أن يلاحظون أن أي تصرف لابد أن يكون مستند إلى حجة شرعية، فإذا لم يكن هنالك معصوم ترجع إليه لابد أن ترجع وتستأذن من وكيله المطلق وهو المرجع الأعلم في كل تصرف، وخصوصا ما يحصل الآن من أفكار وحركات وتوجهات كثيرة يحاولون أن يسرقوا أذهان الشباب ويبثوا السموم الفكرية في قلوبهم. فنحن من خلال هذا التوجه كما استأذن أنصار الحسين من الحسين للاستشهاد، لابد أن يستأذن شبابنا اليوم من المرجعية الدينية العليا ويحاولون أن يرجعوا إليها في كل صغيرة وكبيرة. شكرا جزيلا لكم سيدنا الكريم لما تقدمون من خدمات مهمة، وشكرا لهذه الإضاءات يعني المهمة أيضا التي استمعنا إليها من خلالكم، وإن شاء الله أتمنى لكم دوام التوفيق. السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المطهرة، كنت ضيفا عزيزا علينا، شكرا جزيلا لكم. بارك الله بجهودكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود، على أمل أن نكون إن شاء الله وإياكم في حلقات قادمة وتسلط الضوء على قسم آخر من أقسام العتبة العباسية المطهرة وما يقدمه خدمة للزائرين الكرام خلال الزيارة الأربعينية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.